صدر حديثا بحث عمر أم كلثوم علي عليهما السلام مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط للمرجع الديني المهندس الصرخي الحسني. بحث موضوعي يثبت التصاهر والعلاقة العائلية الوثيقة المقرونة والمختومة بالسيرة الودية الحسنة والتي لا يصمد أمامها أباطيل العصرة وإسقاط المحسن والمسمار. خارطة البحث عمر أم كلثوم علي عليهما السلام مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط. أولا، مصاهرة ثابتة عند السنة والشيعة. ثانيا، عمر وأم كلثوم والأولاد زيد ورقية. ثالثا، ثبوت في الموروث الفقهي الشيعي. رابعا، الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قد أثبت المصاهرة. خامسا، العباس يزوج عمر بأم كلثوم عليهما السلام. سادسا، الباقر عليه السلام أثبت المصاهرة في الميراث وصلاة الجنازة. سابعا، جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر رضي الله عنه. ثامنا، القادسية والمشورة. تاسعا، جمع السبب والنسب والصهر. عاشرا، بالمصاهرة رضا فاطمة والرسول عليهما الصلاة والتسليم. الحادي عشر، المصاهرة بين غضب فاطمة عليها السلام ورضاها وفرحها. عمر طالوت لأمتنا، رباك محمد كي تغفر، وحباك الله بمنزلة شرفا قد صاهرت حيدر، شرفا قد صاهرت حيدر.